بتاعنا كان فكرته اللي احنا نساعد الناس اللي كان عندهم عملوا عمليات قريبة او عندهم يعملوا علاج طبيعي للاعصاب بتاعت اللي بتحرك ايديهم او كده بطريقة انها تبقى مش مملة عشان العلاج الطبيعي بياخد وقت طويل قوي، بنفس الوقت تبقى سهلة في الاستخدام ان اي حد يقدر يستخدمها لو كان بيبي او راجل كبير او شاب صغير، وتبقى سهل ان الدكاترة يقدروا يعملوا لها مونيتورينج كويس. الفكرة اللي وصلنا لها اللي احنا نعمل زي ميز انت بتلعب بيها بايديك، محتاجة بريسيشن عالي قوي في ان انت تحرك ايديك عشان الكرة ما تقعش في الحفر اللي معاك، فاستخدامها از وان كليك اواي، انت بس بتدوس على زرار واللعبة بتبتدي. وبالنسبة للمونيتورينج بتاع الدكاترة، في تايمر عشان تقدر تقيس بيه اذا كان البيشنت ده بيتحسن ولا لا، في ان هو بيوصل للميز دي بعد قد ايه. احنا في الاول نزلنا اشترينا الكومبوننتس بتاعتنا، وبعد كده كنا عايزين نجرب كل كومبوننت نتاكد ان هو شغال لوحده، يعني مفيش اي حاجه بتكلم بعضها، كل حاجه مفصله من بعضها، يعني مواتير لوحدها، سنسرز لوحدهم، متاكدنا ان كل حاجه يعني شغاله كويس ومفيش مشاكل. ابتدينا بقى نقسم الشغل بتاعنا علينا. فور اكزامبل يعني كانت اول مشكله عندنا ان ازاي نبتدي ندخل المواتير بتاعتنا جوه الموديل الخشب بتاعنا، ده كان الدور بتاع خالد. الجزء الاولاني اللي هو البلاتفورم اللي فوق اللي بيبقى شايل الميز، والجزء اللي تحت اللي هو البيز اللي بتبقى عليها المواتير، وفي عمود في النص اللي بيبقى شايل البلاتفورم. بس المشكله كانت ان احنا ما كانش عندنا الابيلتي ان احنا نحط على البلاتفورم على العمود وفي نفس الوقت انها تميل في الاربع اتجاهات. فجت فكره جبنا كوره بليه ولحمناها في العمود، والجزء الثاني عملناه بحيث ان هي البلاتفورم تبقى ساند عليه، فبقت معانا بتميل في كل الاتجاهات وفي كل الانجلز يوزنج الخيوط او الحبال المربوطه في كل كورنر وبتتشد للمواتير. عشان نأفويد مشكله الحبال التنشن بيتقسم لكومبوننت لما بتعدي على الكورنر جوه العمود وهي رايحه للمفور، عملنا البكره اللي هي بيبقى اسمها بكره فومبل عشان تلف مع الحبل لما يبقى فيه تنشن عشان التنشن ما يتقسمش او ما يضيعش في العمود من جوه. الموتور بتاعنا كان لازم يكون لاين مع البكره، والمسافه بين كل موتور والبكره اللي قدامه كانت لازم تبقى زاسيم في الاربع اتجاهات. انا كان دوري ان انا عملت الانترفيس ما بين المواتير والاردوينو بحيث ان هي تميل الارم بتاعها بالانجل اللي هي بتاخده من خلال الكورد. الجزء اللي بعد كده ان احنا المفروض ناخد الانبوت بتاعتنا للمواتير من الموشن سنسور، كان وده كان دور يحيى. المواتير اللي احنا بنستخدمها في البروجكت ده اسمها سيرفو موتورز، احنا بنستخدم اربعه منهم. سيرفو موتورز عباره عن موتور متركب فيه دراع، انت بتقول الموتور ده بيتحرك بانجل معينه والموتور بعد كده بيريزيست اي حاجه بتحاول تغير الانجل. ومعانا الانبوت بتاعنا اللي هو الجيروسكوب والاكسلرومتر. السنسور ده 6 ديجري فريدم، احنا بنستخدم 5 بس اللي هم الاكسلريشن في الاكسل واي زائد البيتش والرب. الدور بتاعي كنت انا بروسس الانبوت بتاع الجيروسكوب والاكسلرومتر بحيث ان انا من الانبوت ده اقدر سيميوليت حركه ايد البيشنت على حركه البلاتفورم وانها تبقى سموث جدا. كان في شويه تشالنجز في المواضيع دي، زي ان انا لازم الحبال تبقى بيرفكت سينكرونايزيشن مع المواتير بحيث ان الحبال ما يبقاش فيها تنشن كتير او حبال او حبل يتقطع، في نفس الوقت لازم الحركه تبقى سموث جدا زي حركه ايد البيشنت، وهي دي الميكانيزم بتاعت اللعبه. بس اللعبه هتنتهي ازاي بقى؟ هو ده بيجي دور مين. هنا
منها التايمر يبتدي يعد التايم اللي انت بتستخدمه، انك تبتدي من اول خط بدايه او نقطه بدايه لحد ما توصل للفاينل بوينت اللي انت المفروض تكسب فيها او الجيم تخلص عندها. انا بقى دوري بيجي في حته الكوره بتقع فيها على ويت سنسر في اخر نقطه خالص في الميز. انا هو المفروض ان انا باخد انرج سيجنال من الويت سنسر دوت، وعلى اساسها انا بنور لمبه لون اخضر، واللمبه دي بتدل ان انت خلاص الجيم خلص او انت وصلت للنقطه الاخيره خالص في اللعبه. وبغير ال سي دي، بخلي ال سي دي بدل ما هي عماله كاونت وكاتبه تايم لابس مكانها بيتكتب جيم اوفر، والجيم معناه ان هو خلص. ساعتها المواتير كلها بترجع تاني للانيشال بوينت اللي هي هورزونتال في كل النواحي، والجيم بتخلص في اللحظه دي. المهم في البروجكت ده اللي انت كنت تخلي الرول والبيتش بتوعه الويت بتاع الكورة تقريبا اقل من 200، و 200 دي مش امسح لنا وانت تدخله. اي بداية كويسة دي بتوت في 3 مرات، باول ما هي تعمل الريفريف 3 مرات، بعد كده بيبتدي تايمر يعد ان الجيم ايه. والنواتير عندنا كإحدى تبقى لازم في نص الديستنس، نص الديستنس ايه؟ النواتير عندنا كإحدى تبقى لازم تبقى في نص المسافة، برضو نص المسافة دي برضو الكرة اللي قدامه كانت لازم تبقى زخيم في الأربع اتجاهات. فعشان كده نقفل الفيديو ليه يا ابني؟ عشان كده عملنا ايه بقى؟ الانبوت بتاعتنا للنواتير من الموشن سنسور، وكان وده كان دور يحيى.